تبارك الله انتم عائله اللي في الكورونا ما غتكونوش قنتو لانكم تبارك الله موسيقيين لا من الاخ ديالك منير ولا مجموعه فعندكم هذه الثقافه الموسيقيه واش هي اللي اثرت على عصام سرحان باش انه اصبح اليوم هو المغني معروف؟ يمكنش يكون اي قال لك الانسان ابن بيئته فبالتالي ضروري خص يكون ما يمكنش التنشئه ديال الفنان تطلع في شي حاجه من غير الفن. انا الحمد لله كان عندي حظ كبير انني نشات في وسط عائلي فني محض. جد ديالك وعلي الريسوني قطب من أقطاب يعني الموسيقى الأندلسية معروف جدا في الشمال المغرب. وحتى الوالدة اليوم بالمناسبة حاضرة معي اليوم كان وجه لها واحد التحية كبيرة ذلك عندها واحد الصوت زوين بزاف والأخوة ديالي كلهم عندهم أصوات جميلة فيما كنجلسوا كيف ما قلت كنجلسوا في الدار دائما كل واحد فينا كيشد شي آلة وكان نخلقوا واحد الجو زوين بزاف وخصوصا في كورونا. كورونا كانت واحد اللمه يعني من حسنات كورونا انه خلتنا نجلسوا مع موالين الدار وتكون واحد الالفه واحد شي حوايج اللي احنا ربما افتقدناهم في هذا الزمن. هذا الهام ربما عصام ما غيكونش محتاج الفرقه موسيقيه عنده واجده نهائيا ولكن واحد الحاجه عصام انا كان يعني متبعاه وكعرفت باللي من بين الفنانين القلال اللي عطاو الجانب الاكاديمي اهميه كبيره فاخذت لك اكثر ولا تقريبا 10 سنين باش تخرجتي أكاديميا ودرستي الموسيقى ودرستي آلات العود. اليوم فاش كتشوف شباب كيحصدوا ملايين المشاهدات في غضون شهور ما كتقولش ضيعت الوقت في القراية؟ لا أبدا بالعكس. شوف احنا باقيين في المجال الرقمي. المجال الرقمي ما خصوش يكون هو المهم رغم أنه مهم لأنه إلا اهتمينا بالمجال الرقمي ونسينا التكوين ما غنحطك أنا مثلا أنت كفنان حطيتك في الواقع اللي هو الحفلة أو السهرة أو أي حاجة ممكن يكون فيها الفنان هنا كنلمسوا الواقعية وكنلمسوا واحد الحرفية ديالو وتمكنوا من إلا أنا لمست شي فنان نقيسه ونحس أنه موجود يعني من خلال صوته